اي ام مرت بحمل صعب، يعني لا قدر الله جت لها ارتفاع في درجه الحراره اللي هو اسمه الحمى، سواء كانت حمى معلومه نتيجه مثلا فيروس زي فيروس الحصبه الالماني، ده حاجه خطيره جدا من ضمن الحاجات، فيروس الانفلونزا، ساعات لا قدر الله حصل لها اي عدوى في مكان ما وبدات تستخدم مضادات حيويه ممنوعه اثناء الحمل، او خدت كورتيزون او اي ادويه من الممنوعات بالذات في مراحل التكوين الاول. يعني احنا لسه ليه بنقول حتى دكاتره النساء حضرتك عارف انهم بيسموه فيرست ترايمستر، الثلاثه اشهر الاولى، اخطر ثلاث اشهر اثناء الحمل اثناء بدايه تكوين الجنين، لان لسه الاعضاء ما تكونش اتكونت، فيحصل خلل في تركيب نتيجه تداخل من اي ميكروب او اي ماده كيماويه فيعمل هذا التغير اللي ممكن يتولد بيه الطفل سواء في العين او خارج العين.